مشاهدي قناة الأخبار المغربية 24، أهلا بكم. استقبل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية السيد فرانسيسكو باردو بيكارياس. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى عقد هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة المغربية المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية على رأس وفد أمني رفيع المستوى. وشكل هذا اللقاء وفق البلاغ فرصة للجانبين لوضع مجموعة من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك على طاولة النقاش وتبادل الآراء حولها. في موضوع آخر، نظمت عمالة مقاطعة بن مسيك بالدار البيضاء اليوم حفلا خاصا على شرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المنحدرين من تراب العمالة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف 10 غشت من كل سنة. تفاصيل هذا الحفل الذي يخلد هذا العام تحت شعار دور الجالية المغربية بالخارج في التنمية المحلية مع رغد قبوري. نتابع. ألوان زاهية، لباس تقليدي، ثقافة مغربية، أجواء مميزة يتبعها الحضور القوي للموروث الثقافي الوطني خلقت جسور التواصل المباشر بين مختلف المرافق الإدارية والجالية المغربية المقيمة بالخارج، احتفالا بأبناء الوطن الأم الموزعين في كل أرجاء المعمور. هنا كنحاولوا ما امكن اننا نخلقوا واحد النوع من التواصل ما بين المهاجر المغربي وما بين الادارات والمؤسسات سواء العموميه شبه العموميه والقطاع الخاص، من اجل تسهيل التواصل ما بينهم وما بين المهاجر لقضاء الحوائج ديالهم بحكم التواجد ديالو في واحد الفتره اللي هي كتكون وجيزه خلال سنه. عدد الوافدين يرتقب أن يتخطى 3 ملايين هذه السنة، ارتباط غير محصور بالعطلة الصيفية، استثمارات اقتصادية قوية وتحويلات مالية مهمة، جالية بوطنها متمسكة وبأصولها فخورة. غريبة، هم الوحيدين في العالم اللي هم رسل لهذا المغرب. تراهم جميع الدول يحافظون على التقاليد المغربية ويعطون رسالة للعالم لحب للتعريف بالمغرب. 10 غشت كل سنة يوم يحتفل فيه الوطن بأبنائه المهاجرين، مناسبة لإبراز الجهود والأدوار التي يتطلع بها مغاربة العالم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها تتوقع أن تمنح خلال الخريف القادم ترخيصاً للقاح مضاد لمتحورات أوميكرون من إنتاج شركة فايزر. أمين الصياد والتفاصيل. تتوقع الوكالة الأوروبية للأدوية أن تمنح في الخريف القادم ترخيصاً للقاح مضاد لكوفيد تنتجه مختبرات فايزر بايونتك ويستهدف متحورين فرعيين لأوميكرون سريعي الانتشار. المتحوران الفرعيان يساهمان في ارتفاع مستمر للإصابات بكوفيد 19 في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وضع دفع بمنظمة الأمم المتحدة للإعلان الشهر الفائت عن استمرارية الوباء. الوكالة أكدت بدءها بفحص نسخة معدلة للقاح مضاد من إنتاج فايزر يستهدف المتحورين الفرعيين. القرار يأتي بعد وقت قليل من المصادقة المرتقبة على لقاحين آخرين معدلين أنتجتهما كل من فايزر وموديرنا. اللقاحان يستهدفان الفيروس الأصلي بالإضافة إلى متحور فرعي سابق لأوميكرون. ونبقى مع الشان الدولي، حيث تشهد فرنسا حاليا على غرار معظم دول أوروبا الغربية موجة حر شديدة هي الثالثة منذ يونيو الماضي، بينما تعاني أجزاء كثيرة من البلاد جفافا تاريخيا. وتسببت الموجة الجديدة في اندلاع حرائق غابات في جنوب غرب فرنسا، دمرت 16 منزلا وأتت على 6000 هكتار من المزروعات. صفي عثمان والتفاصيل. في جنوب غرب فرنسا اندلعت حرائق غابات ودمرت 16 منزلا وأحرقت 6000 هكتار من المزروعات وأجبرت نحو 6000 نسمة على إخلاء المنطقة التي تعرضت لحرائق ضخمة الشهر الماضي.
السلطات المحلية في منطقة جيروند التي تنتشر فيها زراعة العنب أفادت بأن الحريق مستعر ويمتد الآن إلى منطقة لوند، مضيفة أنه تم حشد 500 من رجال الإطفاء. منطقة جيروند في جنوب غرب فرنسا شهدت حريقين هائلين دمرا أكثر من 20,000 هكتار من الغابات، كما اندلعت في مناطق أخرى بجنوب البلاد حرائق كبرى حيث احترق بالفعل ما يقرب من 600 هكتار. وتعاني فرنسا مثل بقية أوروبا من موجات حارة وجفاف تسبب في حرائق غابات متعددة في أنحاء القارة خلال الشهرين الماضيين. في موضوع آخر، أحدث مصمم الأزياء الياباني إيسي مياكي الذي توفي عن سن 84 أحدث تغييرا كبيرا في عالم الموضة بابتكاراته الطليعية واتسمت الملابس التي حملت توقيعه بطابعها العملي المريح. وكان المصمم الياباني يقول إن ما دفعه إلى ذلك هو أن تمنح قطعه الجمال والفرحة لمن يراها. قراءة في المسار الطويل لهذا المصمم مع شيماء بك. ولد إيسي مياكي في هيروشيما عام 1938، وفي 7 من عمره دمرت المدينة بقنبلة ذرية أسقطتها الولايات المتحدة، ليعرف فيما بعد بالمصمم الذي نجا من القنبلة الذرية. يقال إنه أراد أن يصبح راقصاً أو رياضياً، وفور قراءته مجلات شقيقته المهتمة بالأزياء غير الاتجاه إلى عالم الأزياء. عرف مياكي بشغفه المبكر لتصميم الأزياء، واشتغل مع أشهر مصممي الأزياء في العالم أمثال غاي لاروش وهوبرت دي جيفانشي. وعن عمر ناهز 84 عاماً يفارقنا إيسي مياكي بسبب مضاعفات سرطان الكبد، تاركاً إرثاً ثميناً من هذا الطابع المتمرد بألوان زاهية ومبهجة. حظي مياكي في ثمانينيات القرن الماضي بالتقدير باعتباره أحد المصممين الرواد في العالم، حيث استخدم مواد مختلفة عن باقي المصممين من بلاستيك ومعادن ومواد أخرى يابانية تقليدية في تصاميمه. غادر المصمم، لكن بصمته الفنية ستظل راسخة إلى الأبد في عالم الأزياء والموضة. نعود إلى الخبر الوطني، فبدعمها لمشروع إعادة تأهيل بحيرة أجلما مزغزال واقعة عند سفوح جبال الأطلس المتوسط وعلى بعد أكثر من 47 كيلومتر شرق خنيفرة، تكون المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد ضربت عصفورين بحجر واحد. فقد قدمت المبادرة مساعدة قيمة لسكان المناطق المجاورة للبحيرة الذين قاموا بإنشاء متاجر صغيرة لتحسين دخلهم، كما أعطت في الوقت نفسه دفعة كبيرة لعجلة الاقتصاد المحلي من خلال زيادة العرض السياحي. شيماء بك والتفاصيل. هنا أجلمام أزغزة، بعد إعادة تهيئتها من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. المنطقة امتداد طبيعي وثقافي لخنيفرة، ثروات طبيعية مائية وأكشاك أمازيغية عصرية لتقديم ما لذ وطاب من الطعام. الهدف من هذه المبادرة هو أولاً تحسين الدخل الفردي للمستفيدين، خلق بنية سياحية ملائمة، وبالخصوص إنعاش السياحة الإقليمية على مستوى إقليم خنيفرة. ما يشد انتباه الزوار سحر أحجام وأشكال هذه الأكشاك الخشبية، بانسجامها مع المناظر الطبيعية تمنح شعورا بالانغماس التام في طبيعة المنطقة. وجدنا هذا التغيير مذهلا للغاية، سيوفر بعض فرص العمل للسكان المحليين، كما سيعزز النشاط السياحي بالبحيرة بكل تأكيد. لقد أبهرني شكل البحيرة الخلاب، فتهيئة البحيرة أمر رائع. صحيح أنها قد تغيرت، غير أن تأثير المكان يظل شيئا ساحرا وخلاب. إعادة تأهيل أجلمام أزغزة ستعزز بالتأكيد مكانة إقليم خنيفرة على خريطة الوجهات السياحية الأكثر جاذبية على المستوى الوطني. وإلى إقليم بركان، حيث نظمت الزاوية الهبرية الدرقاوية بالدروة النسخة 120 لموسمها الديني السنوي بمشاركة العديد من المريدين من المغرب والخارج. التفاصيل مع سكينة مسويح.
أناشيد دينية وجلسات للسماع الصوفي، سموم روحي استمر على مدى 3 أيام في الزاوية الهبرية الدرقاوية المتواجدة على تراب جماعة أغبال. مريدون وشخصيات أكاديمية مغربية وأجنبية شاركوا في هذا الموسم الديني الذي جاء ليسلط الضوء على مساهمة الزاوية الهبرية الدرقاوية في مجال التصوف والتربية الروحية والارتقاء بالروح. الهدف من هذا اللقاء السنوي للطريقة الهبرية هو ترسيخ لقيم التراث الصوفي واستحضار للأبعاد الثقافية الروحية للطريقة الهبرية الدرقاوية الشاذلية. هي فرصة إذن للتجمع والتعارف والتعاون على البر والتقوى والاستماع للقرآن الكريم والانتفاع بوعظ رجال الدين من العلماء. عرف شاطئ أسكميت الواقع على بعد 140 كيلومترا شمال مدينة الداخلة مؤخرا تنظيم فعاليات النسخة 8 من مسابقة الصيد بالقصبة، وذلك بمشاركة 37 صيادا من فئتي الهواة والمتمرسين. عودة مع سكينة مسوية. لؤلؤة جنوب الداخلة تستضيف على شاطئها بتراب جماعة بئر زران النسخة 8 لمسابقة الصيد بالقصبة التي تنظمها جمعية هواة ومحترفي الصيد بالقصبة بجهة الداخلة وادي الذهب. كان عدد المشاركين 37 مشارك، وكان اصطادوا 22 كيلوغرام بين الجميع. نوع من نوع روكيرا، كوربين، ابلاغ. على مستوى هذا الشاطئ المطل على المحيط الأطلسي استعد الصيادون بجدية كبيرة وانتظروا بفارغ الصبر إشارة الانطلاق لاصطياد ما قد يجود به حظهم من أسماك. كان عندي ربما ضربة حظ أني فزت بالمرتبة الأولى، ولو أن هناك كانوا أناس يزاولون هذه الهواية يعني بشكل يومي او اسبوعي على الاقل. انا الهوايه كان مارسها على فترات متقطعه، ما هي دائما. بتركيز وصبر كبيرين رمى الصيادون مرارا وتكرارا صناراتهم المزوده بالطعم خلف امواج تتدفق يمينا وشمالا، وهمهم الوحيد هو اصطياد اصناف مختلفه من الاسماك. دازت المسابقة في ظروف حسنة، كانت تبارك الله مجموعة من الرياس، كانت حاصلة جيدة وبزاف. التقنيات اللي هنا كنستعملوا هما السيرف كاستينغ، الصيد من الشاطئ. هي مناسبة إذن لتقاسم ممارسات وتقنيات الصيد البحري والتعريف بالمؤهلات السياحية التي يزخر بها الساحل البحري لجهة الداخلة التي باتت قبلة للسياح من كل حدب وصوب. حطم الغطاس الفرنسي أرنولد جيرالد الرقم القياسي العالمي لأعمق غوص في جزر الباهاماس بنزوله إلى عمق 120 مترا، وتعد هذه المرة السابعة التي يحطم فيها جيرالد الرقم القياسي العالمي في مسيرته. أسامة العمراني في المتابعة. بعد سنوات عديدة من العمل والمثابرة والكفاح، تحقق حلم الغطاس الفرنسي أرلون جيرالد بتحطيمه الرقم القياسي العالمي السابع لأعمق غوص في جزر الباهاماس. البطل أرنولد جيرالد البالغ من العمر 26 سنة استمر في الغطس بتوقيت 3 دقائق و34 ثانية في عمق يصل إلى 120 متراً. وكان جيرالد ضمن المسابقة السنوية فيرتيكال بلو التي تقام في جزر الباهاماس في الفترة ما بين فاتح والحادي عشر من غشت الجاري. وبالنسبة للغواص الفرنسي أرنولد، يعد لاعب التنس الشهير رافائيل نادال مصدر إلهام له بفضل تحطيمه أرقاما قياسية عالمية، وأيضا بفضل قوة عزيمته وإرادته.
في المياه أيضا آلت المحاولة الأخيرة لإنقاذ حوت البيلوغا الذي كان تائها منذ أسبوع في نهر السين إلى نهاية محزنة. وكان هذا الحوت يعاني وضعا صحيا مقلقا، ووضع الحد لمعاناته بواسطة القتل الرحيم الأربعاء بعد وضعه في شاحنة على اليابسة. كان الخبراء يعملون في معالجته على متنها ونقله إلى موقع آخر يعاد منه إلى البحر. أمين الصياد والتفاصيل. القتل الرحيم كان الحل الوحيد بعد فشل المحاولة الأخيرة لإنقاذ حوت البيلوغا. الحوت المريض كان تائهاً منذ أسبوع في نهر السين. رغم الأمل الكبير في إنقاذه، اضطر الخبراء إلى إنهاء معاناته بعد وضعه في شاحنة على اليابسة. السلطات الفرنسية أعلنت أن فشل نشاط الجهاز التنفسي للحوت هو الذي دفع الأطباء البيطريين لقرار اللجوء إلى القتل الرحيم. الحوت يعيش عادة في المياه الباردة، ويندر وجود مثيل له في فرنسا. رصد في المياه الدافئة والراكدة في نهر السين على بعد نحو 160 كيلومتراً من مصب النهر عند بحر المانش. معاناة الحوت أثارت موجة تعاطف واسعة في فرنسا وخارجها. حياته كانت في خطر بفعل وجوده في مياه غير مالحة وملوثة تبلغ حرارتها 25 درجة مئوية. عملية الإنقاذ هي الأولى من نوعها في البلاد بمشاركة أزيد من 100 شخص. نهاية هذه هي النشرة. تفاصيل وفاعل أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني 24tv.com. تحية لكم أينما كنتم. السلام عليكم.